وقتها شعور انه طيب ابي اسوي كذا حلو، بس لما شوفي انا الحين لما ارجع لنفسي وارجع لواقعي وارجع لذاتي وخوفي من الله، خلاص اوقف عند ذي النقطة، اقول انه اوكي مو كل شيء انا اتمناه بيصير، عشان كذا القابض على دينك القابض على جبر، فهمتيني؟ وهذا اللي انا قاعدة اقول لنفسي، ان هذه فتن وانا راح امشي وراها، فخلاص انا دامني فعلا متنقبة وعن قناعة ومن صغري انا تربيت بهذا الدين، فلا انا خوفي من الله بيمنعني من اشياء كثيرة. وشكرا داني. شكرا لكم جميعا، شكرا لك ماري. تبي تقولي شيء لدكتورتنا؟ لا عادي ماشي الدور. شكرا يا يسرى، والنقاش جميل معك يعني، وحياك الله في أي وقت فرصة يعني. فين حزنت؟ أنتك ضعيف يا ماني. أحمد عيدروس. Thank you, Marlon. يا جماعة تسمعوني ولا معلق ولا ليش؟ لا لا نسمعك، ما أدري أنا أسمعك، ما أدري عن فضولي، بس صوتك واضح كل شيء صوتك تمام. واضح. أنا أحس مرة أسهب في النقاش جماعة، أعطوني بريك بسمع لكم، بليز لا حد يوجه لي الكلام يعني. ماري أنا كنت بس بكلمك كلمتين قبل ما تروح. لا ما أروح بسمع لك، بس عادي يعني، أباك بس تتناقش مع الشباب يعني، بس عشان حسيت مرة تكلمت تو ماتش، فاهم؟ لا أصلا عادي عادي يا مرة. أنا طلعت بخصوص بس كلامك عن النسوي أو عن النساء بشكل عام. يعني أنا حاسك إنك أنت ما أنت مقتنعة إنك مختلفة عن الرجل. يعني الرجال طبعا لهم يعني مخلوقين بشكل مختلف، الله خلقهم بشكل مختلف عن النساء. يعني أنت جسديا وعقليا هم أقوى من لا كان كملت مع النقاش، ترى هو طلع معي من قبل. الدكتورة ماري لها ربع لها تقريبا ساعة ونص وهي تشرح عن معاناة النساء، وبعدين يقول لها أنت ما تشوفين في فرق بينك وبين الرجل. طبعا حبيبي أنت مطلع زبك في أي مكان وتقدر تعيش حر يا ابن الكلبة، تمام؟ أن أنت تعيش حر وتطلع تنزل، تمام؟ وما أنت متخطط تحت قطعة سوداء كأنك زبالة تقعد تتمشى، أوكي؟ ومضطر على ذلك غصب عنك من عدم رغبتك، أوكي؟ وجاي تقول لها أنت تقارن نفسك بالرجال. نص نص هو شوف، انا هذا طلع معي فهد من قبل. هو يعني اسلوبه محترم لكن فكره شوي يعني مضروب، بس لو تسكته يسكت يعني، ما يقاطع اسلوبه، يعني ينفع نقاش معه لو تبي تطلع بعدين. يعني الادمير يعني قاعد يسمع الدكتوره قاعد تقول له 800 شيء قبل 45 دقيقه تشرح ان قديش معاناه النساء، وخلاص يعني تعبت، يعني قاعد تقول انها تسمعنا يعني، لدرجه حتى البنت اللي قبلها قاعد تقول ايوه انا مقتنعه ولا لا خلاخ، ويجي يقول انت ما تشوفين في فرق بينك وبين الرجل. الرجل طيب وش صدق ايش هو يعني، وش عام؟ ها ترى اغلب الناس يعني ما تسمع، خصوصا اللي بيكون اوريدي يعني ايموشنال بايست، فما بيسمع اصلا، هو داخل بيدافع بس يعني، بيدافع بس ومع ما هو مستوعب اللي صار. ردا على كلامه شويه ممكن حقوله يعني صراحه، يعني لا انا ورجال مو زي بعض يعني، سوري يعني، انا انجبتك للحياه، انا جبتك على الحياه، بعدين زلت لسان سمعتك قلت نسويه، ترى انا والرجل لا، انا عندي قدرة اني انجبك على الحياة، لا سوري يعني. انا اموت واعرف اللي متمسكين يعني، اللي قاعد يقول لك انه يعني اللي يقول لك انه ما تشوفين في فرق بينك وبين الرجل والى اخره، وش معاناة الرجل؟ بليز احد يجي يشرح لي ايش معاناة الرجل العربي، ايش معاناته؟ انا اقول لك ايش، يمكن يشوف 10 شعرات من الحجاب وبعدين يستثار. يعني لازم ماكسيمم شعرتين تطلع من الحجاب. ولا ماشي مطلع تيزر في كل مكان
وزب الأرض قاعد يمشي بيتزوج لأربعة ويلخ يلخ يلخ، وش معاناة الرجل؟ وبعدين فكرة انه ما حد يعني جاب طاري انه انا والرجل يعني عندنا نفس القدرة، يعني ما حد لين الحين بيقول المرأة والرجل عندهم نفس يعني they are identical او متساويين تماما. في هناك فرق يعني اختلاف بيولوجي، ما حد بينكر فكرة انه الرجل اقوى. انا ما القوة ما لها علاقة في مسألة الحقوق، حقوق شيء والقوة شيء، يعني ما يعني حاجتين ما مرة ما لها علاقة في بعض، يعني فليش انت حاطه اصلا في بعض؟ احنا نتكلم على حق، يعني الحين الرجل اللي من ذوي احتياجات الخاصة عنده امتياز على المرأة، يقدر يتزوج مثلا ثلاث رباع ولا يفرض عليه الحجاب، ولا يكون معتقلات المنازل زي الحالات اللي عندنا، ولا يفرض عليه الضرب التأديبي، ولا يغتصب إلى آخره. مع ذلك هو ما يمتلك نفس القوة اللي يمتلكها الرجل العادي، تمام؟ سوري، يعني الرجل الروسي، تمام، الطول بعرض يعني وعريض المنكبين، هذا عنده نفس الامتياز اللي يمتلكه أخونا اللي طوله 160، يعني نفس الشيء يعني. اخواننا من دولة اسبانيا يعني الشقيقة، فنفس الشيء، تمام، عندهم نفس الامتياز وعندهم نفس التسلط وعندهم نفس البريفليج اللي بيستخدمونها اجنست المرأة. فبالتالي لما نيجي نتكلم على الحقوق احنا نتكلم على انا وانت متساويين تماما في الحقوق، لا اعامل مواطنة من الدرجة الثانية وانا مواطنة زيي زيك جبت بس. دام جبت طار دام جبت طار روسيا دكتور، في واحد من اصحابي درس بروسيا 4 سنوات، تمام؟ دكتور الادمي يقول هناك، اوكي تخيل ان في يعني في الترين وزي كذا في بريطانيا ولا في دول اوروبا تسمعين صراخ بس العيال، صح؟ ايه صح يا دكتور، تسمعين ايه صراخ العيال. هناك العكس، العيال منزلين روسهم مسوين زي كذا رغم انهم طوال عراض، والبنات هي اللي تجي يعني فهمت اللي تفزع معهم اللي وش قاعد تتكلم معاه انت زي كذا من جد كذا. يعني غريب. يقول لي عيالهم لما يمشون في الشارع تلقاه جنب واحده تلقاه منزل راسها في الارض، اوكي، وحرفيا يقول لي بنات طوال 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 روسيات طوال. ايه طوالي. فيعني اي سعودي بيحاول يتزوج روسيه يعني نتمنى تعرف الحجم المقياس اللي بيصير فرق بينهم وين؟ يعني. أنا طويلة. أنا ما يحتاج يروح للروسية، يعني من جد يعني أنا طويلة، أنا 173، تخيل. يعني صراحة كان جدا نادر يعني ألاقي واحد أقصى مني. كنت أمشي في المول ألاقيه يعني يوصل لكتفي يعني، ويقول لك لا يعني فرق يعني القوة الجسدية. يعني معلش لا تتكلمون أنتوا، حتى اللمبة نجيب عامل الهندي يركبها لنا، تستهبل. راسه يوصل لكتفك يقول لك تغطي، ها؟ تغطي والله يا ليل. لا تخيل كمان حتى عندنا ذبة الموية بتشيلها العاملة، والله ما يقدر يشيلها حتى، ويجي يقول لك يعني القوة جسدية. جسدية مين بالله؟ جسدية، هم جايب 17 خدامة ما أدري إيش، جايب له واحد ايه يلبس حفاضة من وجايب له جد. واحد يأكله وواحد يشربه. قصدي قوة مالية، بس هذا الفرق يعني، لأن في المجتمع العربي طبعا دامك ذاكر تأخذ فلوس أكثر. تفضل السلام حبيبي. عليكم. يا مرحبا. الله يسعدك، أنا أخوك من فلسطين. يا مرحبا. الله يسعدك، أول شيء تحياتي لك عشان إنك تدعم فلسطين ويعني أحسن من الحكام صراحة. وثاني شيء أختنا إيش؟ أختنا ندعم ماريا. فلسطين يا عزيزي، ما ادري صراحة شو اسمك، بس ندعم فلسطين، يعني ندعمها لأنه هذا مبدأ إنساني، يعني ما يحتاج فيها كلام. أكيد تفضل بس. أكيد، لأن إحنا قاعدين ندافع عن أرضنا وندافع عن حقوقنا. إحنا معاكم يعني. الله يسعدكم. بدي أقول لك بس شغلة عن الحجاب، فما عليك كيف. أنا ما بعرف بالدين كثير يعني، أنا مسلم الحمد لله، بس بدي أقول اللي بعرفه. ماشي. فرض الإسلام الحجاب لعدة أسباب. إذ نذكر الآية 59 من سورة الأحزاب، الغرض من الحجاب هو
قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، صدق الله العظيم، وذلك يؤذين. لحماية المؤمنات وصيانتهن وإظهار عفافهن ومنع الفساق من التعرض لهن، صح ولا لا؟ يعني إذا هسه مثلا خلعنا الحجاب، معناها مثلا خلينا أقول لك على سبيل المثال، يعني بجوز يبكى واحد مثلا بيني وبينكم عرس ثقيل دم، يعني يشوف عورات البنت وتخيل البنت يعني بتستحي، بتعرف انت كيف يعني سؤال لك يا المنظر. عزيزي، سؤال لك اذا تسمح لي على الآية، انا بقول اللي بعد بعطيك المايك بس سؤال عشان ما فهمت انا الآية، ليش يقول ذلك ألا يعرف؟ ايش دخل ان واحد يعرفها يعني؟ لازم يتحجبن ويحتشمن، ليش؟ لأن إلي هاي عورات، لأنها لا عورات. لحظة، لا ارجع للآية، ارجع للآية، اقرأ آخر جزء قريته من الآية. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، اي ايش دخل المعرفة؟ واذا عرفت ولا لا ما عرفت، ايش دخل هذا في الموضوع؟ لأنها لازم يتحشموا، هاي وصية الرسول، يعني اذا وصية واحد عرفها يصير يؤذيها؟ ربنا أمرنا. إيه؟ اذا واحد عرفها يصير يؤذيها، بس اذا ما عرفها ما يؤذيها؟ ما تعرف، لأنه على أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك يعني يهود، فاهم علي كيف يا أخوي؟ في السوق، بجوز ما بعرف إذا بتعرف. طبعا انا بعطيك اللهم السبب، احنا ذكرناه قبل شوي بس شكلك ما كنت موجود. السبب يا ما حبيبي بعرف. انه لا يعرفن، او ان يعرفن، ان يعرفن انهم احرار. ليش؟ لانه عورة الامة او عورة العبدة من السرة للركبة زي الرجل. وهذا بدليل عمر بن الخطاب لما كان يمشي ويشوف حرمة، ما هي حرمة امة، يقول لك هذا الحديث عن انس، قال رأى عمر امة متقنعة فضربها وقال لا تتشبهي بالحرائر. فهمت ليش؟ عشان يفرقون الحجاب، عشان يفرقون بين الحرائر والعبيد. هذا عشان أن يعرف، برضه عشان يعرف أنهم حرائر ولا عبيد، ما له دخل. لا فإيش قاعد يقول؟ مستحيل. يقول إذا أنت عبدة عادي تحرش فيها، هي عبدة، بس إذا هي حرة لا، هي لابسة حجاب لا تتحرش فيها. فعشان كذا لا عمر لا كان مش هذا يضربهم الحكي عشان اللي يفرق بقوله. بينهم. كيف يا روح أخوي؟ روح شوي على التفسير ابن كثير، بتلاقي انه التفسير بيقول لك انه يعني كان ناس من اهل المدينة يعني فاسقين، تمام؟ فكانوا اذا شافوا بنت تخرج، يعني اذا خرجت نساء يعني في الطريق عشان تقضي حاجتها، فبيشوفهم هذول فيبتغوا ذلك منهم، يعني فيحاولوا انهم يتحرشوا في البنت. فإذا رأوا عليها الجلباب، يعني شافوها متحجبة، قالوا هذه حرة فكفوا عنها، وإذا رأوا عليها جلباب فقالوا هذه أمة. في نفس الحديث بيقول لك إنه روي عن سفيان الثوري، ما أدري صراحة إذا قلت اسمه صح، المهم قال لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة، تمام؟ يعني المرأة اللي بتعتبر ما هي مسلمة أو من أهل الكتاب. ففي وفي وفي في قوله كمان قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي إذا فعلنا ذلك عرفنا أنهن حرائر، يعني إذا فعلنا يعني إذا تحجبنا عرفنا أنهن حرائر، لسنا بإماء ولا عواهر، لسنا بإماء ولا عواهر. هذا هو التفسير حرفيا مكتوب كذا، إذا فعلنا ذلك يعني إذا تحجبنا عرفنا أنهن حرائر، لسنا بإماء ولا عواهر. فأورد الآية هذه نزلت على أنه الحجاب اختص للحرائر، كيف يعني الحرائر؟ فهميني. يعني للمرأة الحرة. التي لا ليست المرأة، ليست المرأة جاهلة. مش زي ما المرأة إلها عورات، مثل الساقين، مثل اليدين الكاملات المبينات، مثل غلط كلامك يا حبيبي، المرأة الحرة لها هالعورة، المرأة خلينا الأمة أكمل. العبدة لها عورة من السرة للركبة زي الرجل. الحجاب بما يمنع لازم توري الأجانب عن، ثدييها للعالم، عرفت؟ صدرها لازم يعني يكون كيف مكشوف أقول يعني. لك؟ بس برضو ربنا أمرنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي إذا بتصلوا، ما بعرف يعني يعني كيف بدي اقول لك، يعني احنا ما بنقدر، احنا بالاسلام ما بنقدر يعني نساوي اللي بدنا اياه، وهذا امر يعني ربنا عظيم، ربنا الخالق،
كيف يعني حتى انا اصيح؟ فاهم كيف؟ بس السؤال يا حبيبي، كيف نعرف انه هذه الكلام اللي وصلنا الكتب هذه هو امر من الله؟ كيف نعرف؟ الله نعرف انه اعطانا عقل، احنا متفقين الله اعطانا عقل، هذا الشيء الوحيد اللي نعرفه. أكيد لما تجينا الله عليك، فلما تجينا هذه الكتب احنا نستخدم عقلنا كبوصلة عشان نعرف هذا كلام الله ولا لا. فلما يجي الله ويقول لي طلعت في النار فرأيت اكثر اهلها النساء، اشوف هذا رجل ذكوري، يعني ليش يخلق شعب ويحط اكثر الحريم في النار؟ يعني هو سواهم، عرفت؟ لما يجي الله ويقول ان المرأة او الرسول يقول الله ان المرأة ناقصة عقل وناقصة دين، ليش طيب ثواني تخلقهم كذا؟ متقاطع ثواني طبعا. اللي بالتعليقات بقوله صلى الله عليه وسلم، يعني شو ما قاعدين عليك من التعليقات، نستهزئ؟ ما عليك من التعليقات، اسحبها عليهم، طيب خليك معنا، كمل خليك مع كمل. الجست. فلما يجي الرسول يقول لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، واشوف مارغريت ثاتشر دقت في الاقوام اللي ولوا امرهم رجال اللي هو اقوامنا، وملكة فيكتوريا احتلت نص العالم، وكندليزا رايس مسكت افغانستان وجعلته كالعصف المأكول. يعني اصدق مين؟ اصدق اللي قاعد اشوفه بعقلي، ولا اصدق الكتاب هذا اللي جاني اللي يقولون من 1400 سنة؟ أول شيء فلا لا الكتاب، كتاب تفضل الله عز وجل. يا حبيبي، ما فهمت كلامي، افهم كلامي. كيف تعرف انه كتاب الله بدون ما عقلك اللي الله اعطاك يقتنع انه كتاب كلام الله؟ لأنه كلام الله كتاب الله، يعني ربنا كيف نزل على عرفت؟ سيدنا موسى، لأنه ربنا كيف عرفت نزل على انه هذا سيدنا كتاب الله؟ موسى الكتب، كيف عرفت انه نزل على سيدنا موسى؟ برضه نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كيف السنة عرفت؟ والأحاديث. كيف عرفت ان شفته نزل؟ شفت كذا كتاب نازل من السماء على محمد؟ أنا شفته، نزل من الأحاديث، من الأحاديث أخوي. ايه، بس انت قاعد تسوي شيء اسمه استنتاج دائري، يعني انا كاني اعطيك دفتر اقول لك هذا، انا اكتب في الدفتر حقي هذا كلام الله، واعطيك الدفتر واقول لك هذا كلام الله، انت تقول لي كيف تعرف انه كلام الله؟ اقول لك انا مكتوب في الدفتر. نفس الشيء، نفس الفكرة هنا، هذا الكتاب جانا من مطبعة الملك فهد، القرآن هذا. طيب؟ ما في نسخ حتى يا حبيبي، ما نقدر حتى نربطه من للرسول نفسه، يعني ما عندنا كتاب نسوي له مسح كربوني نقول ان هذا من 1400 سنة. هذا اختراع عباسي عشان يسوون لهم دولة سياسية بس. يا حبيبي تعرف مين كتب سيرة النبي؟ سيرة النبي، يعني قصة صراحة النبي كلها. أنا بعرف كل قصص الأنبياء صراحة، يعني بس أنت عشان جاي اشرح لك، تقول اللي كتب لنا سيرة النبي موظف يشتغل عند ابو جعفر المنصور، اقرا عن ابو جعفر المنصور، خليفه عباسي سفاح، هو اللي كتب كل شيء نعرفه عن الرسول، كل شيء. القران ما يقول شيء عن الرسول ترى، نادر ما يقول، حتى ما يقول لا قصه نزول الوحي، ولا يقول كم كان عمره، ولا يقول مين قومه، ولا حتى يشرح لك مين هو ابو لهب اللي في سوره عنه. كلها جايه من السيره والاحاديث اللي هي كتبت من سياسيين، حكام، سفاحين، حتى يعني معروف عنهم هذا الشيء يعني. يعني قصدك، يعني فهذه قصة سيدنا هذه محمد كذبة، احنا الكلام. كذبوا علينا يا حبيبي، يا حبيب قلبي، انا وياك كذبوا علينا، واحنا صار كذبوا علينا، اعطونا هذه الكذوبة عشان نمشي زي شو كذب؟ الخرفان. هل تقبل ان شخص يقول على المسلمين او يشبه المسلمين بالغنم؟ كيف يعني فهمنا أكثر؟ لأنه هل تقبل ان شخص يشبه المسلمين بالغنم بالخرفان؟ يعني مثلا يقول الغنم عنكم قطيع. هذا الشرف، كيف؟ هذا شرف، هذا شرف انك هذا انت تكون شرف. زي الخروف؟ لا إذا أكون زي لا، أما أكون راعي عادي، لا مو راعي غنم راعي، عادي، لا مو لأنه راعي، انك سيدنا انت تكون محمد. الغنم. هل افهمني، فهمني، هل لا ترضى لا ان شخص يقول عن المسلمين انهم لا كالاغنام؟ لا لا ما ترضى، شيء لا غير لا، اخلاقي، صح؟ اللي بقول قدامي صراحة يعني ما راح أسكت صراحة، يعني أنا ليش؟ بقول ايش لك تقول عليه؟ قدامك شيء غير اخلاقي، صح؟ اللي يقول كذا انسان غير اخلاقي، صح؟ أكيد، اكيد. طيب ايش رايك لأنه ان رسولك اتباع نفسه قال الإسلام كذا يا أشياء حبيبي كذا. في الحديث الصحيح اللي يقول عليكم في الجماعه، عليكم بالجماعه، فان الذئب ياكل الغنم القاسيه. إن الرسول الذئب شبهكم إيش؟ انتم في الغنم، الرسول يقول عليكم بالجماعه فان الذئب تاكل ثواني ثواني الغنم دكتور، القاسيه. ثواني إيش؟ ثواني ثواني بدي أبحث، هيني قدامك، يلا ثواني إيش؟ اكتب هذا الكلام، اكتب عليكم بالجماعه فإن أيوه الذئب يأكل الغنم أو تأكل الغنم القاسية. فإن الذئب إيش؟ فإن الذئب يأكل الغنم القاسية. بيطلع لك الحديث. وفي أكثر من رواية له، بس في أكثر من رواية صحيحة يعني.
فأنت فكر بهذا الشيء، طبعا عرفت؟ فهذه الأشياء ابحث في دينك يعني، خذ انا راحتك. صراحة امشي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، بس إيه بس أنت شوف، أنت ضمير، أنت الحين لما قلت بقرأ الحديث بعدين قول لي إيش رأيك أول. بس ثواني مش مبين عندي ليه. أفا وين؟ رواه أبو داود الحديث، والحديث كله يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، هذه بدايته يعني، بعدين في النص يقول لك فعليكم بالجماعة، فإنما الذئب يأكل الذئب من الغنم القاصية، جت لي بس وهذا ما في هو. تفسير. ثواني بدي اشوف التفسير، انا ما يحتاج لازم تفسير يا اشوف أخي، تعرف ايش التفسير. معنات غنم، تعرف ايش معنات جماعة، تعرف ايش معنات ذيب، يعني بس لازم واضح. الواحد يفسر يشوف وين صح شوف غلط، صح ولا لا اخوي؟ صح يعني، بس يعني هذا كلام طيب واضح، ما يعني ما أظن يحتاج تفسير يعني. شبه الجماعة بالغنم، صح؟ الحين ايش رأيك؟ الحين تشوفه شيء اخلاقي ولا لا؟ من سيدنا التشبيه هذا. محمد، من سيدنا محمد. لا عادي صراحة، نعم لأنه عادي. هذا سيد شوف انا بشرح لك سيد ايش صار الحين، البشر. عادي عادي انا بشرح لك ايش صار. انا اول مرة أنا سألتك مش نفس شخص السؤال، عادي. قلت لو في اسمع شخص ايه، هو طب أديت عليك سؤال، هو يعني استهزأ فينا ولا لا؟ لا لحظة، انا شوف بوضح لك ايش صار. انا قلت لك لو في لا شخص لا شوي، هو شبهكم، لا استهزأ بس بطريقة افهمني والله، بعطيك المايك استهزائية والله ولا؟ حبيب قلبي عيوني، بعطيك المايك بس عشان اشرح لك. طيب انا ماشي قلت لو في شخص شبه المسلمين بالغنم، هل هذا شيء اخلاقي؟ انت قلت لا. ليش؟ انت ما استندت على دليل، انت استندت على ضميرك، ضميرك قال لك هذا شيء مو اخلاقي. بس بعدين لما قلت لك ان الرسول قال هالكلام، قلت لا هذا اخلاقي. ليش؟ لان الدين هذا يشوه الضمير، يشوه العقل ويغيبه. ليش؟ لانك خايف، انت خايف من النار، انت بس خايف من النار. اول لما ما تخاف من النار خلاص ضميرك بيطلع وعقلك بيشتغل وكله تمام. انت اهم شيء لا تخاف من النار، الله ما راح يحرق في النار، هذه خرافة، ما في نار. لما تموت زي قبل ما تولد نفس الشيء. كيف يعني؟ كيف كان قبل ما تولد؟ اها نفس الشيء بعد ما تموت ما نفس في الشيء، عذاب؟ ما في عذاب، لا تخاف، ما فكر، شاء شغل الله ما عقلك، شاء الله. ضميرك خليه يمشي، الامور تمام. ترى كذبوا علينا والله، طيب انا بقول لك ذا الشيء. زي طيب بابا كذبوا نويل، علينا شفت بابا نويل كثير. لما يقولون للصغار في سانتا كلوز، اها بعدين لما يكبر يعرف؟ احنا نفس الشيء مع الاسلام، احنا الحين كبرنا خلاص لازم نعرف انه كذبه. طيب ثواني خليك معي يا اخوي شوي. هل ورد في القرآن الكريم ما يدل من حديث التفسير على عذاب القبر، أم دليل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب، تعطيك الجواب، جاء في الكتاب لحظة لحظة، ما يدل على ذلك. ايش إيش ذا لأن النطة هذه؟ كذا، لأن الله يقول سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها عدوا وعشيا، يا أخي هذا من هذا عذاب كله القبر. كلام، هذا كله كلام طيب فاضي لا يا حبيبي، والله ما كلام حقيقي، ربنا، هذه كذبة، كذبة، كلام ربنا، كذبوا علينا كلام والله، مو كيف كلام كذب ربنا. كلام هي ربنا؟ أنا طيب أحلف لك إنه مو كلام ربنا، والله العظيم إنه مو كلام ربنا، قسماً بالله. يا حبيبي هاي القرآن عندي، يعني انت جاي مو تكذبني؟ القرآن جاي من مطبعة الملك فهد في السعودية، روح المدينة المنورة شوف كيف يطبعونه. يعني اجى من كريستيانو رونالدو؟ الفلوس اللي ياخذوها منك عشان القرآن شروا فيها كريستيانو رونالدو، انت روح تحج وتسوي عمرة، هم يجيبون كريستيانو رونالدو يا ويجيبون حبيبي ايجي ازاليا تهز طيزها يا على الستيج عندنا في الرياض. هذه فلوس العمرة، نجيب ايجي ازاليا تهز طيزها في الرياض عندنا، هذا يعني كذا صراحة البزنس أنت ماشي. بدك، أنت صح أخوي زعلش مني بهالكلمة، بدك شيخ، بدك شيخ يعني، أو دكتور، دكتور احنا مش بدنا دكتور. شيخ يا انت الحين من جد يعني ردك على كلام فضولي حرفيا حطيتنا في وضعية يعني فبهت الذي كفر، يعني جاني صدمة ما هي طبيعية يعني صراحة. انا اشوف طيب الاحسن قوله يا تعالى، اسمع اسمع الاحسن يا عطني عزيزي، ثواني. لانه صراحة احس انه انت بتبي تدافع بس بدافع عاطفي تماما، يعني حتى مو طب قادر ثواني، انه لا لا تربط لا عاطف، الافكار في وهذا بعضها. دفاع عن الدين. طب ثواني ثواني ايه ثواني، بتدافع عادي يعني، وقوله هذا تعالى، انحياز تأكيدي فهمت، بس طيب ما خلي وقوله الفريق تعالى، تقتني تبى تخدم يا عزيزي. خلاص انت اقول هذا اللي علي، وانا ان شاء الله ربنا يكتب لي فيها اجر ان شاء الله يوم القيامة. حبيبي طيب وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى:
وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. هاي سورة الطور 47، صح؟ انت اهم شيء يا حبيبي شغل عقلك واستمر انت انت في الطريق بتقول، انت الصح، لا انت استمر بس. بتقول، انت بتقول، انت انت اكثر بتقول ما واحد العذاب صح. كذا، انت ما لا لا بتقول عذاب كذا. افهم يا حبيبي، كيف ما الله، يقول واحد لازم لا يكون لحظة الله، مسلم شوف شوف، عظيم؟ الله اعطاك عقل عشان تشغله، السياسيين جابوا لك دين عشان يقودونك زي الغنم، هذه الفكرة بس. الدين اختراع من سياسيين، لا لان لا اول ما كان حبيبي، في انظمة الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية فاخترعوا ديان، عرفت؟ فبس ليش؟ لأنه الناس كانوا خايفين ما يعرفون كيف خلقوا، بس الله أعطاك عقل استخدمه عشان تفهم الله وتفهم الحياة وتفهم الدنيا وعندك وتفهم أن الدين هذا كذبة. بس عندك أنا ما راح أقنعك بهذا الشيء، أنت روح اقرأ المصادر، اقرأ الكتب وشوف إذا هذا الكلام يدخل العقل ولا لا يعني. وبالتوفيق لك حبيبي. فضلك، شوي شكرا لك يا هاي حبيبي. كتاب ربنا. خلاص الله يسعدك، الله يعطيكم العافية. عذاب القدر، يعني لين الحين انا مصدق انك بيقول عذاب القبر، قال عذاب القدر. لا هو قدر صراحة. كلهم اثنيناتهم يعني. يا حبيبي اتمنى، يعني صراحة بعد ما تحرر فلسطين يحتاج انكم تتكلمون عربي مرة ثانية، يعني يبيلكم تاريخ عربي مرة ثانية. يا اخي بس شوف، هو واضح ان انا هذا الشيء اكتشفه، انت هم ما يعرفون دينهم، فتجيب لهم شيء من دينهم وبس، لا تقول لهم انه من كلام الرسول، بس قل لهم كذا قصة، عرفت يعني؟ قل لهم تخيل في واحد نكح زوجة ولده بالتبني، سويتها كثير. اي هو ما يعرف، فضميره يشتغل، عقله يشتغل طبيعي، بس بعدين لما يعرف تسوي ان له، الدين بعدين تسوي له سبرايز ماذا فكر. بس هذه هي يعني، تحس كذا في يعني، اول ما تقول ان هذا الرسول تحس كذا في نار جت بعيونه، شاف جهنم كذا وخاف وغير رايه على بالضبط، طول. يقول لك انا حبا داخل في الاسلام، انت خوفا. خلينا نشوف، يلا اس اي. طبعا في واحدة اسمها اس اي كنت طالبة قست، انا اسف ما قدرت اقبل ان في واحد كان في القست. مارو، على راسي مارو. فاذا اسمه قست ترجع. لا اس اي ترى صاحبتنا يعني، اذا ماني غلطان هي يا اسمها اذا سارة. تبغى، اذا يبغون قست، ولا اذا تبغى قست، ولا اذا يبغى قست يقدر يرسل لي الحين، يعني اقدر اطلعها. خلونا نشوف معانا ام. اوكي طالبين قست. هلا هلا فضولي، هلا ماري وهلا داني. هذه أول مرة أشارك في البث حقك، بس أنا كمان يعني زنديقة. وكان ودي أعلق على كلام ماري على البنت المسكينة هذه اللي ذكرت إنها تعرضت للتحرش. يعني تأثرت مرة، لأنه أنا أتكلم مع بنات كثير يعني يمرون بها أشياء زي كذا، وغالبا يعني أحاول أساعدهم، حتى في بعضهم ساعدتهم يطلبون لجوء. يعني حتى أنا يعني لما أرجع ورا يعني لكمية التلقين اللي تعرضت له، لدرجة إنه حتى بعد ما زال عني كل الضغط وصار بإمكاني إني أختار حتى الملابس اللي أبي ألبسها، كنت لا إراديا أروح أختار ملابس سودة، ملابس طويلة، ملابس محتشمة، لا إراديا. هذا درجة التلقين اللي نتعرض لها. تحس إن دائما يتم إنه الناس يقولون لك من عمر صغير أنت جسدك سبب انتشار الفاحشة. ويعني أمر جدا محزن، يعني ما جدا يأثر فيني نفسيا يعني. فأتمنى من كل البنات إنهم يعرفون إنه ترى كلنا متفقين إنه السارق مجرم وإن القاتل مجرم، بس ليش ما نتفق إنه المتحرش هو المجرم والمرأة ما هي السبب؟ شيء زي مثلا ال modesty culture هذه، modesty culture هذه اخترعوها المشايخ علشان يجبروا النساء انهم يتحكموا في النساء، يتحكموا في طريقة ملابسهم، واحنا كلنا عارفين انه هذا الدين قائم على التحكم في المرأة. وقت ما المرأة تعرف قيمتها راح ينهدم هذا الدين كله. وبس شكرا. وعلى كلمة السياسة، معلش على كلمة السياسة اللي قالت فضولي، هذا ترى شيء فعلي. أوكي لاحظوا أغلب ثورات العالم أساسا
حلو، سواء الثورات اللي كانت تحرض ضد الدين او تحرض مع العمال والخ الخ الخ، كان اكبرها نساء، وكل ما على صوت النساء اكثر تمام بالضبط. اهتزت عروشهم اكثر، اهتزت بالضبط. حتى عروشهم اكثر. انا اذكر شخص قال لي، شخص قال لي انت بسبب نقصان عقلك كفرتي او تركت الدين. فقلت له، يعني كان ودي اقول له انه يعني المفروض انا ما اكون انا ناقصة العقل، اللي يعني مع احترامي لجميع الرجال، انا لا اكره الرجال، ولكني اقول انه اذا في احد يستحق نقصان العقل فهو الرجل اكثر من المرأة. الرجل آدم نزلنا من الجنة بسبب خطيئة حقته، والان انا كلنا جالسين نعاني بسببه اذا افترضنا صحة هذه القصة. وبعدين مين بدأ الحرب العالمية الاولى؟ مين بدأ الحرب العالمية الثانية؟ مين يعني مين اخترع الأسلحة؟ مين جالس ينشر العنف في كل المجتمع؟ الرجل. فيعني عيد، جد عيد التفكير يا ناس. اللي اخترع السلاح، اللي اخترع السلاح ترى رجل، واول من اخترع اللي هو البدلات الحامية امرأة، ام عشان عيال كانوا رايحين للحرب العالمية. أتذكر، أيوة أتذكر، حتى كنت جالسة أسمع كوميديان كان يقول إنه مستحيل هذا، وكإضافة يعني الكلام اللي جالسة أقوله، مستحيل الإله يكون أنثى، لأنه ما في أحد يسوي هذه المصائب في العالم يكون أنثى. يعني إذا لو كانت إلهة العالم بيكون أحسن بكثير من اللي لحق عليه اليوم. والمشكلة الأنثى تنلام، يعني أيوة تنلام على الإشي اللي جالسة من تقوله. البداية. ترى الإله نون باينري، الإله نون باينري، ترى الإله دائما يتكلم عن صيغة نفسه بالدم. حلو، أيوة يقول نحن يعني نحن هذا وأنا النور. حلو، ذا نون دم، باينري. لأن أول شيء الرحمن. حبيت حلو، الاستنتاج يا صفة داني. حلو، الرحمن هي صفة وشو؟ صفة ذكر، رحمن، أوكي؟ لكن النور صفة أنثوية، أوكي؟ لكن نحن نون باينري، خلاص. وحتى الإله نون باينري. لما بغى يجيب ولد، ما يعني ما كان يبغى يمسك مريم، حتى نفخ، بس نفخ، عرفت؟ فأي سكشوال يعني. لا هو يعني I think إنه رسل جبريل، بس على موضوع نون باينري، لا لا ترى انا ادري انك تتهكم، بس لو اخذناها بجد يعني كذا حنقيس كمان على، لانه هذا بيسمونه اصلا الجمع من باب التفخيم، فاهم؟ ايوه من التعظيم يعني. التعظيم ايه. No, بس I'm joking because I'm non-binary too, but I'm joking about that. بس تخيل انه قاعد اله، بفكر اله نون بسوي، باينري يعني لا سنة البرونامز واحدة. حقته يعني ذي ذم يعني. اي حتى لو Yeah. البرونز يعني دي دم، يعني تخيل انه نن باينري ويسوي كل ده. احا احا، لا لا طبعا يعني ما لا هو اتصور شكله، انه نن هو باينري. شكله يعني دامكم تكلمت عن السكشوال، ترى الإله النون باينري جي، يعني صراحة يحب حمادة، جيسس حلو، ويتغزل بجيسس انه هو كان النساء كلهم يترمون قدامه وكذا. ف جيسس الاله جاي. ولا يوسف، صك يوسف صح؟ اي هما كان جيسس، يتخذ اي، لا جيسس عيسى، اي لانه كان النساء يتغزلون فيه يوسف انت اي صك كلهم. الدين. يوسف جيسس هو اللي حتى كان مرة جيسس جميل والنساء يعني اي جنوا عليه. يا ف... اخي، حتى علاقته يعني صراحة بنوح برضه يعني ما هي مضبوطة يعني، سوري. ولا مع محمد حبيب هو خليله، يجلس في حضنه، تعال عند دادي، تعال السماء سبع، تبي تبي تخفيض على اللي قاعد ترى يصير. انا ما انا ادري اذا انت عمركم سألتوا نفسكم، انا اموت واعرف يعني ايش صار بالبراق. يعني هو طلع فيه فوق، جنبها في السماء السابعة، وبعدين ما نزل لها. يعني البراق ترى لسه يعني في السماء السابعة يا جماعة. ايش قاعد يسوي هناك؟ طيب آه، هو أصلاً السر هو انك ما تستخدمي عقلك، اذا استخدمتي عقلك ما راح تفهمي اي شيء. أتذكر صدق في نقاش كان مع واحد مصري، كان يقول لهم إن خذوا كلام القرآن بالعقل، فرد عليه الشيخ قال لو كله ناخذه في العقل كلنا حنكفر. كذا بالحرف الواحد رد عليه الشيخ، قال لو بناخذه بالعقل بنكفر. انا اصلا كنت اسمع الشيخ يقول انه too much logic is حرام، ما ينفع يعني اي اي ما يصح. اصلا عندنا في ما يعني انا ناسيه، بس اي ثينك انه والله انا شوف صراحه ماني متاكده مين قالها، الرازي او ابن القيم. يعني
انه من تزندق من منطقة تزندق يعني، فأصلا أرد عندنا ولا الآن تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم، سوء لكم. مش دعوة ايه من جد. مش دعوة هذا، وش تفكرون كلام الكفار ذا؟ الكفار هذا تبي تكفر أنت؟ حماد رقع على بغل وراح للسماء السابعة ولازم تصدق، وش فيكم؟ إله مو موجود وناكل البشرية كلها، وش فيكم أنتم؟ أكيد تصدقون. جي 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 جيجي يا جيجي يا جي جي، السلام عليكم. تفضل يا جي جي. ايش فيكم ايش فيكم؟ تو انتوا كفرتوا ايش؟ هون قاعدين نفكر كيف نكفر. كيف تنصحنا نكفر يا جي جي؟ لو تقدر انت تنصحنا كيف؟ انت يعني خرجتوا عن الاسلام ولا ايش؟ ايه خرجنا عن الاسلام. قلة الشغل مصيبة. هذا من ايه؟ الملل ولا يعني شفت الغرب وتعلمت منهم ولا وش اسمها سيرتك في الخروج؟ ايه خلاص كلنا. اوه اوه عشان اوه نتعلم، عشان نتعلم منك، عشان ترشدنا إلى الطريق الصحيح. وش الخروج؟ وش يعني ايش استفدت؟ تسمح لي داني اجاوب على سؤالك؟ معليش معليش يا جماعة، كان ميري تبندت فعليا، تبندت ولا ايش السالفة؟ ميري يا ميري خليني كيف انا الحال؟ برسلها بسأله. جان ميري تبندت. اوكي، هذه هي. هلا، صباح الخير، وش في؟ جاني اشعار ما ادري بعدين راح. جاني ان انت تكلمتي بكراهية وحقد و اوف، جاني انا كمان شيء وبعدين راح. وين راح فضولي؟ طيب الحين يعني فضولي راح ركض وراك، بس ما ادري وين راح فضولي. سلولة، اي واحد فضولي. هذا هو. طب انا صوتي واضح؟ يس اي انا كمان جاني الاشعار هذا وبعدين راح. يلا خلينا نطلع لكم ذا جي جي واستلموا عاد. تفضل يا جي جي، تفضل كمل مع فضول. بروح لكم، بروح دقيقة واجي. اوكي حضرتك. انا اصلا السلام عليكم. قبل فترة كذا يا فضولي، بس تكلمت معاهم يعني، سو بيعطوك يعني confirming يعني، حتى لو اشتكوا زرزر يسوون يعني، ما ادري بس انه انا ارسلت لهم انه هذا سبامينج يعني، عشان يقيدوا حريتنا وزي كذا. فمن وقتها يعني حتى لو اشتكوا وسووا علي ريبورتات يعني، ما يتسكر الحساب عندي. تسوين ابيل يعني قصدك؟ يعني السلام عليكم. اول مرة وعليكم يعني السلام. رفع علي بلاغات، فاعطيتهم خبر انه المساحات عندنا زي كذا يعني، تواصلت معاهم فهمت على الايميل. بعدين قلت لهم اتس سبامينج يعني، هذا اصلا يعني بلاغات كذا سبام يعني، ما هو بلاغات حقيقية كذا. ف اتس كان لايك يعني، ما راح يصير شيء في حسابي يعني، حتى لو بلغوا لين بكره. عندك واسطة يعني. اي عندي واسطة يعني، بلغوا بيديكم ورجليكم كمان، فلا تخافوا يعني، عندي كمان 6 حسابات ثانية يعني. تكمل يا جيجي كمل. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي في البث عليكم وانت السلام. عليكم السلام ورحمة الطبيعة وبركاته. طب أعطينا بس استغفر اسم، الله. طب أعطينا اسم الناديك فيه يعني، بس عشان شو اسمه ناديك جيجي؟ ورحمة الطبيعة صلى الله. انزين شوفي شوفي، ايش أنا عندي الناديك سؤال. جيجي؟ ناديك جيجي احس أيوة. ما تركب. ناديك جيجي عادي. لا لا تركب، لأن اي لا خلاص، تركب، أهم شيء أهم اي شيء خلاص راسك، مو أهم مشكلة. شيء مرتاح بس. اي أيوة. اي انزين اول شيء، طيب لحظة اول جيجي، شيء انت سألت سؤال يعني سمعوه الجميع، اللي هو ليش احنا طلعنا من الدين، صح؟ هذا كان ايوه سؤالك؟ يعني اول شيء كنتوا مسلمين يعني. كلنا من مواليد الخليج، متربين مدارس خليجية تدرس الإسلام بأصح التدريس، يعني درسنا قرآن، توحيد، فقه، حديث، تفسير، تجويد، كل يوم من اول ابتدائي لثالث ثانوي. حلو، وبعدين وبعدين يعني قلنا
في شيء ما هو صح. قمنا فتحنا الكتب الأصلية، فتحنا البخاري، مسلم، سيرة ابن هشام، مع القرآن قريناها كلها بفهم وتدبر. لما تسوي هذا الشيء تطلع من الإسلام، ما في حل ثاني. إذا فهمت الإسلام، يعني فهمت الكتب هذه، الكتب الأحاديث والسيرة والقرآن، ما في حل ثاني لأنك تطلع من الإسلام. لا، على تفكير خاطئ. أول شيء إذا فهمت في الإسلام أنت بتروح على مرحلة اسمها اليقين، واليقين توصلك إلى مرحلة ما يعني ما بترجع عنها، بتكفر أو تلحد. هذا اللي وثاني شيء وصلنا له، يعني انا وصلت لليقين انه هذا مو كلام الله، عرفت؟ هذا اليقين اللي انا وصلت له. إنزين، ويعني في كلام الله يعني في القرآن مكتوب يعني في أدلة كانت من 1444 تقريبا، وهي هجرة الرسول. كانت كيف هذه كيف أول شيء أدلة يعني؟ مثلا في القرآن مكتوب يعني في آيات يعني تدل على الرحم وأشكال الرحم، يعني في تشكيل مثل ايش؟ الجنين، في اعطيني تشكيل الجنين يعني. آية تشكيل الجنين، هذا شكل اداني يعني بيستلمك عليها. بعد لا لا، يعني معانا دكتورة ميري. يعني بعد لحظة فترة، لحظة بعد لحظة فترة حبيبي، شوف انا خليني نعرف أكملك الايات، روق شوية. نعرف الايه يعني هذه. بعد فترة طيب العلم أثبت هذا، يعني العلم أثبت هذا، يعني ما فما قولك في هذا؟ طيب انت الحين تمشي مع العلم، يعني اذا العلم اثبت لك، يعني الحين احنا عندنا العلم، اذا العلم اثبت لنا انه هذا صح نقبل القران، اذا اثبت لنا انه كلام ماشي. الله غلط نرفض القران، صح؟ ايوه تمام؟ تمام. ايش يعني، ايش اوكي يعني، ايش تقول في ذا الرد؟ اوكي تمام. انا ما ادري اذا الدكتوره ميري تبغى ترد هذا الشيء بما انها هي دكتوره يعني، او اذا داني عندك شيء، بس نطلع الايه مع بعض. يا قال طيب ان ثم علقه ثم لحم ثم كسيناه بعظم، يا وهذا ولا الشيء ولا هذا الشيء مرة غلط علميا، لأن الشيء اللي ابدأوا من البداية، يعني فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يعني بداية القصة أصلا غلط، يعني ما لها علاقة بالعلم. وكذلك الإنزيم المسؤول عن اللحم والعظم يأتي في آن واحد بكل بساطة، فالإله قال لنا العظم ثم كسيناه في لحم، نفس الكلام اللي قاله العالم اليوناني تقريبا ما قبل الإسلام وما قبل الميلاد تقريبا ب 1300 سنة. يعني صح، تدرس لواحد اسمه جالينوس، وفي في عالم فيلسوف اسمه جالينوس كتب نفس هذا الشيء اللي قاله الرسول في القرآن، أو قالوا الله في القرآن على أساس نفس الترتيب بلحظة 200 ل 300 سنة قبل الرسول. هذا في واحد زين فيلسوف، مثلا وعلى فكرة هذا حتى الفيلسوف والقرآن غلط. وزي ما قالت الأخت سارة، أنت الحين بسألك سؤال يا جيجي، أكيد تعرف الجواب، يعني كلنا نعرف هذا الشيء. في الرجل تفضل تفضل. سؤال حبيبي، هلا معلك، باقي بشحن 7%، حاول تستعجلون بليز، ما بقي خلاص هذا. يدفقوا. اشحن اشحن بعد، يعني جالسين معك شوية. ما اقدر زي، خلاص يلا تفضل. طيب حبيبي جيجي، الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، هذه قالت لك اياها الآية سارة. نعم. السائل المنوي من وين يجي في الرجل؟ أنا اللي أعرف إنه في العقدة في الخصية. الله، أنت فاهم، فأنت تأخذ كلامك علمي. طيب، بينما القرآن يقول يخرج من بين الصلب والترائب، تعرف إيش الصلب؟ ظهر قصد؟ إي الظهر. زين، يمكن أصلا يعني هذه حقيقة، يعني القرآن. لا مو حقيقة، لا بس لحظة، احنا اتفقنا على شيء يا جيجي في البداية، انا وياك اتفقنا، قلنا اذا العلم اثبت انه صح نمشي نقول القرآن صح، اذا العلم اثبت انه خطأ نقول ان القرآن خطأ، صح؟ اتفقنا انا وياك. زين، انا لا اول شيء تزعلني، ما انت عندي، اتفقت معاه ما الحين عندي فكرة تغير في رأيك. تفسير الآيات. نعم، ما عندي فكرة في تفسير الآيات، بس هذا يعني التفسير اجمعوا عليه علماء اللي السنة وضحلك انت. والشيعة كلهم، ما في ولا واحد شوف، مختلف على ان الصلب اللي والظهر. ابغى اوضح لك اياه، يعني في اول، يعني في القرآن في آيات تدل على تكون الجنين وعلى ما يدور في مرحلة تكوين الإنسان. هذه يعني ما حد تطرق إليها إلا ما بعد ما ظهر العلم وأثبت ذلك من يعني من نزول من القرآن بفترة. فهمت علي؟ كيف أنا هو أول؟ كيف أنا هو؟ يعني أول كانوا ما يعني ما عارفين تكون الجنين إلا يعني ما شوف رجعوا يا للقرآن شوف وطلعوا يا إنه صح، يعني بالعلم شوف يا دليل انه صح جيجي في القرآن. جيجي جيجي، نعم فكرة
تكون العظام قبل اللحم هذه أمر مستحيل تماما، مستحيل تصير لا علميا ولا منطقيا. الحين في حاجة بنسميها يعني الجسم أو الجنين بينقسم إلى 3 مراحل في البداية، يعني حاجة بنسميها بيسمونها القديم بالعربي، القديم الأوسط والباطن والظاهر. هذه الثلاثة اللي بيكون أول 3 طبقات جرثومية أولية بيتكون منها الجنين، تمام؟ بعد ما ينقسم يعني البويضة، إحنا نسميها البويضة هذه الملقح نسميها زايجوت، أوكي؟ الزايجوت هذا بينفصل ل3 طبقات يعني جرثومية أولية. الإديم بقولها بسرعة، الإديم المتوسط هذا اللي يبدأ عملية